مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال. شخباركم؟ شكرا لللايكات والقلوب والكلام الجميل. آخر يوم نتكلم فيه عن العلاقات، ونيتنا كانت لهذا الشهر هي اكتشاف العلاقات. واليوم نبغى تكلمنا شوية في بدينا في السناب، تكلمنا عن خلفية الجوال والنية وإيش اللي تغير وإيش اللي صار في حياتك. فنبغى ندردش عن هذا الموضوع شوية، وبعدين نبغى ناخذ قسط. طيب يا جماعة، قولوا لي، اللي حط خلفية الجوال واللي حط معانا النية، إيش التغيرات؟ إيش اللي صار؟ هل لاحظت أي شيء؟ هل لاحظت في علاقة تشافت؟ في وعي مختلف؟ وصلت الإجابة لسؤال في علاقاتك؟ في أحد دخل؟ في أحد طلع؟ في واحدة في السناب كانت تقول أول مرة أقول لا في العلاقات، ما عمري قلت لا. هذا تطور يعني. إيش التغيرات اللي لاحظتها؟ إيش التغيرات اللي لاحظتها بعد ما نويتها بالنية؟ كثرة العلاقات في حياتي وفي علاقات راحت. حقائق وتصفيات. في علاقات دخلت. تغيير كبير. شخص غاضب بالعلاقة وأنا كنت باردة. تحسنت علاقتي مع أخواتي. خف تفكيري في الشخص. وصلت لإجابة. أحس بغضب، ما أبغى أسامحهم، حطيت الخلفية وشلتها. وانتي لو كملتي كان عادي يعني. هو على فكرة لما ينتهي الغضب ما راح تغضبين ليش انتهى الغضب، خلاص تكوني انتي يعني تحررتي تماما. علاقة طلعت فجأة، تتعقد الأمور مع زوجي من حطيت النية. أوكي، صححي الأخطاء قاعدة تطلع على السطح، صححيها. اختبارات عميقة. أمي تحسنت علاقتي معها بعد عقد كامل. أوه واو، برافو برافو. اكتشفت عن طريق صدفة أو صديقة أن سبب فشل علاقاتي حب الذات. صحيح، شيء مهم. مريت بغضب وأنهيت علاقات استغلال. واو، بطلة. علاقاتي القديمة رجعت. أوكي، رسمت علاقاتي مع الكل. هذا مستوى واعي، انك يعني تمسك ورقة وقلم وتعيد ترتيب العلاقات. بدأت رحلة تطوير مع صديقتي نحو العلاقة المقدسة. برافو. أخذت حقي من شخص استغلني وتجاوزته. يا سلام، جاني عريس. جاء عريس يا جماعة. علاقة خرجت وعلاقة دخلت. عرفت أتعامل مع اللي يستحقني. تركت علاقة سامة مع نرجسي. برافو برافو يا شيماء. زوجي تعدل معاي بعد سنة من المشاكل. علاقة 20 سنة من السذاجة والاستغلال وتحررت أخيرا. حبيبتي أنتي اي ام. تعرفت على شخص أرشدني إيش أسوي بعلاقاتي. الله الله، معلم. صالحت مع زوجي. يا سلام. رموشي بعد، وش فيها رموشي يا جماعة؟ طيب، حسيت بالشفقة على ما كنت غاضبة منهم. اي، معناها ارتفع الوعي. ذلك لا تزعل لما يجي الغضب، ولا تزعل لما يمشي الغضب. هو يعني له مرحلة، يمر يغير فيك اشياء، ينضج اشياء، يسرع في تنضيج اشياء، بعدين يمشي يخلص. قررت اقول كلام في خاطري من سنة. زوجي اختفى، لا اله الا الله. واحدة مرسلة تقول زوجي ايش قالت؟ قالت نطلق وزوجي سافر اظن. ففي على فكرة هذا لما يطلعون الناس على طول، ارجع ركز على الداخل، في شيء في الداخل يحتاجك، يحتاج ترتيب.
لا استطيع اتخذ قرار الطلاق مع العلم اني غير مرتاح بزواجي. اتس اوكي، مو وقته. واجهت المخوفين. برافو برافو. علاقة حب عنيفة. الله، يعني كذا يعني دبل نظرات وردية. يلا اهم شيء انه انت تكونين عارفة انه انت يعني في البلورة. ما في مشكلة انه حد يلبس النظارة بس يكون عارف انه نفس النظارة. ما في مشكلة انه حد يدخل البلورة بس يكون عارف انه في البلورة. بس اهم شيء الوعي. بس شخص لطيف دخل في حياتي. الله، يا سلام. اخبار جميلة والله، والله اخبار جميلة، اخبار جميلة. الاشخاص اللي ما حطوا النية معانا ولا حطوا خفية الجوال، اقول لكم يعني هذه التجارب الاشخاص، كيف انه لما انت تحط نية تنوي شيء كيف يترتب لك الكون وتأتي الاشياء. يعني شوفوا مثلا واحدة قالت والله ظهر لي شخص علمني كيف اتصرف بعلاقة. فمرات الادوات حتى تحضر. واحدة برضو مرسلت لي تقول طاح في يدي كتاب وقريته ولقيت فيه حل. فالنية هي اللي تحرك لك الأشياء. واحدة قالت حطيت النية وحضرت غداء منتظر ليل. بس انت حط النية، حط النية وتترتب الأشياء. ممكن تكون انت يعني جاهز بس باقي النية، بس باقي النية، ما احتاج لا تقرأ كتاب، بس حط النية وتتحرك الأشياء. لذلك خلونا نستعد للشهر القادم إن شاء الله نية جديدة، ونبدأ يعني بداية قوية من بداية الشهر، نحط نية ونشتغل بشكل قوي ومركز. طيب برافو والله، مبسوطة بالنتائج اللي وصلنا لها بصراحة. يعني كلنا ما قصرنا، يعني اشتغلنا هذا الشهر شغل يعني جبار. حفرنا في العلاقات لما قلنا بس. طيب اللي ما شاف كل البثوث حقت هذا الشهر يشوفها في اليوتيوب، كلها موجودة في اليوتيوب. يا جماعة سووا لي فولو في اليوتيوب بليز، في مواد كثيرة جدا يعني عبر السنوات موجودة هناك.